الحذر الحذر، لا تبذل مالا يفسد دينك ودنياك، احرص على أن تسلك المسلك الصحيح لإدراك النتيجة الصحيحة. وكم من إنسان قد يسلك مسلك لا يدرك النتيجة لكن يسلم في دينه. أرأيت ذلك المريض الذي مرض وطلب علاجا ولم يتمكن من العلاج، من تحصيل النتيجة بالعلاج، وصبر واحتسب حتى قضى الله أمره بالموت، أليس هذا مأجورا بأن صبر واحتسب مع بذل السبب، خلاف ذاك الذي ذهب ليطلب العلاج من البشر بأنواع من الضلالات، فإنه يضيف إلى مرض بدنه مرض قلبه، يضيف إلى فساد دنياه فساد آخرته. الله المستعان.